far, airstrikes and armed clashes in northwest Syria have displaced over 800,000 people since December 2019, 80% of whom are women and children. Families are moving north towards already overcrowded camps near the Syria-Turkey border. سبعة وعشرين عائلة بركين في 14 خيمة على شلون؟ أغراضنا لساتها في السيارات، حطب، ماء، يعني وضع شوي تعبان، أجار، مع يعني ما حدا خرج يستأجر يعني، على طول تستأجر عم تطلب منك 100 و200 دولار، مين اللي قدر يدفع 100 و200 دولار؟ هيو ناس حين من المخيمات، كنا هون بمخيم صار بدو قام صار قصف وطلعنا هلا طالعين، وين نطلع ما بنعرف.